إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين اللي كتشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري كما كتشاهدوا السوق الرحمة، معروف سوق الحد خاوي من الداخل. السوق خاوي من الداخل للأسف وعامر من برا. السوق كيفاش عامل للأسف الشديد من الداخل ومن برا كيما تشوفوا أنه ممتلئ وعامر. هادو جنبات ديال السوق كما كتشاهدوا، السوق عامر خاوي من برا، عفوا السوق من الداخل خاوي ولكن من برا عامر. جنبات ديال السوق يعني من الداخل فهو خاوي للأسف الشديد، ولكن من برا كما كتشاهدوا كاين العشوائية للأسف. نتمنى من المسؤولين أنهم يدخلوا بطبيعة الحال من أجل إعادة الاعتبار لهذا السوق، وأكيد أنهم بطبيعة الحال كانوا طرحوا وكانوا قالوا بأن السوق نموذجي، فعن أي نموذجية يتحدثون. الخضرة كتباع حدا المدرسة و الشارع العمومي للأسف. كيلو حلوة
كفرنا راه بنادم كله كيجي يتفرج على المنظر.